السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس جديد من دروس التعامل مع لغة البرمجة السي شارب. الدرس هذا اليوم إن شاء الله مخصص للرد على أحد الاستفسارات من أحد الشباب حول الديت تايم وكيف إحنا ممكن نعمل تومورو أو يسترداي. طيب في البداية عايز أقول لك إنه أنت ممكن تقول له var مثلا دي إيكوال ديت تايم دوت ناو للحصول على الوقت والتاريخ كامل لهذا اليوم أو الآن. لو انا عايز اقول له today هقول له today. تمام. الان انا كيف ممكن اعمل tomorrow او yesterday؟ نقول هنا date او خليها مثلا private. نقول له date نوع date time مثلا get tomorrow get tomorrow اوكي. هنا عايز ارجع اقول له return اللي هو date time dot today dot add days. انا عايز اضيف days اقول له plus one. هيك انا بقدر ارجع بالtomorrow اقول له هنا مثلا var dd equal get tomorrow. تمام. هيك بكون انا حصلت على tomorrow. وفي نفس الشيء كمان انا نفس الدالة بس هنا اخذها yesterday. تمام. اللي هي نغير او بلاش كابيتال بس هنا ماينس 1. تمام. وهان ممكن اقول له مثلا خليها ديت تايم يسترداي ايكوال جيت يسترداي. تمام. بهذه الطريقه هيك بكون حصلت على التومورو واليسترداي والتوداي. واضحه؟ تابعوني في الدروس القادمة. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.